حقيقة النهاردة كان في الدكتور علي عبد العال أحال مشروع قانون مجلس الشيوخ للجنة التشريعية، ويعني في محاولات كثيرة جدا لوضع حدود لتسلل أشخاص غير مرغوبين للقوائم الانتخابية سيدورها أمام الرأي العام. كان في كلام مهم جدا، والحقيقة الفضل لائتلاف دعم مصر والمحترم الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الائتلاف، قدم مشروع القانون، فيما يبدو ان هو راعى مسائل كتيره جدا، بقى عندهم خبره وبقى عندهم شيء محترم جدا. ده فيما يخص القانون بتاع مجلس الشيوخ. دكتور عبد الهادي اهلا وسهلا بحضرتك، كل سنه وانت طيب. كل سنه وسيادتك طيب والساده المشاهدين بخير وصحه وعافيه ان شاء الله. احييك يا فندم على مشروع القانون اللي انتوا قدمتوه النهارده، ونبدا ناخد خطوات تنفيذيه، يبقى عندنا الغرفه الثانيه. تفاصيله ايه يا فندم باختصار؟ طبعا زي ما سيادتك تعلم والساده المشاهدين بيعلموا ان احنا وافقنا على التعديلات الدستوريه عام 2019، وطرحت لي الاستفتاء الشعبي ووافق عليها الشعب المصري. الحقيقه ضمن هذه التعديلات استعادت مجلس الشورى أو الشيوخ وفقا لإسمه الحالي اللي كان تم إلغاؤه بعد ثورة 25 يناير. يبقى تعلم أن دول العالم كثيرة بتأخذ بغرفتين في العمل التشريعي. إحنا الحقيقة كنا فقدنا مجلس له تاريخه، كان بيجمع أصحاب الحكمة والخبرة. استعدنا في التعديلات الدستورية هذا المجلس. ائتلاف دعم مصر تقدم صباح اليوم بمشروع جديد لمجلس الشيوخ. أهم ما ورد في هذا القانون كنت 300 يا فندم اتفضل. طبعا تلت عدد الأعضاء يتم انتخابه بالنظام الفردي، والتلت الثاني يتم انتخابه بنظام القوائم، والتلت الثالث يتفضل السيد رئيس الدولة بتعيينه. ده كلام محترم قوي، ولكن بقى طبعا فرصة ان حضرتك معايا دكتور عبد الهادي وانت رئيس ائتلاف دعم مصر، في سؤالين الناس بتسألهم بشكل ملح قوي. متى يتم تقسيم الدوائر يا فندم وقانون مجلس النواب؟ وهل هيبقى 75% قوائم و 25% انتخاب فردي؟ ثم أين قانون المحليات يا فندم؟ وربما يكون دول ليهم الأولوية، والأمل كله متروك على عاتقهم كائتلاف الأغلبية دكتور عبد الهادي، وأظن أن دول المفترض ليهم الأولوية لاستكمال الهيكل الأساسي بتاع الدولة زي المحليات. وأنت تعلم أن الانتخابات البرلمانية اقتربت، ولسه لحد اللحظه دي دول ما ناقشناهمش. تقسيم الدوائر والقانون مجلس النواب يا فندم، هل هيبقى 75 و25 ولا هيبقى ايه بالظبط؟ طب خليني اقول لسيادتك ان احنا ايضا صباح اليوم تقدمنا ببعض التعديلات في قانون مجلس النواب، والحقيقه تم التوافق على ان تكون هناك الإبقاء على عدد أعضاء مجلس النواب كما هو الوضع الحالي 568 عضو. طيب كويس. يتم انتخاب نصف هذا العدد بالنظام الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم، يعني 50% و50%. ده خبر بالنسبة لي يا فندم، يعني مؤكد خلاص؟ خلاص يا فندم، تقدمنا بالمشروع. طيب ده تمام. فيما يخص تقسيم الدوائر بقى يا فندم، ده عشان يبقى عندنا الانتخابات نبقى كده مستعدين ليها. نعم، يعني احنا لازلنا بنعمل في مشروع تقسيم الدوائر، وهيقدم يعني ان شاء الله في اقرب وقت. في اقرب وقت ده امتى يا فندم؟ اللغة يعني العربية افهمها خلال 10 ايام. يعني لحظة ما ننتهي به. مشروع دقيق يحتاج دقة في التقسيم، هناك توازنات في قضية تمثيل عدد السكان وعدد الناخبين، مجموعة من الاعتبارات لابد أن يتم مراعاتها. إنما أنتوا شغالين فيها دكتور، يعني أنتوا حضراتكم كائتلاف أنتوا شغالين فيه مع بعض الأجهزة.
معلش وتحملني يا فندم، المحليات ودي من الحاجات المهمة جدا في استكمال أركان هيكل الدولة ووجودها شديد الأهمية على الأقل يخف العبء عنكم. متى يتم تقديم مشروع قانون للمحليات بحيث تجرى الانتخابات؟ طيب عايز اقول ان لجنه الاداره المحليه في مجلس النواب بقياده الزميل احمد السجيني المحترم محترم وفاهم قوي الحقيقه يعني طبعا كان لديها بالفعل مشروع قانون الحقيقه يعني اخذ جهد ضخم جدا من لجنه الاداره المحليه، ومع ذلك يعني كان هناك مجموعة من الاستفسارات ومجموعة من المداخلات، والحقيقة كان في ملاحظات كثيرة جدا جدا. أنا عايز أقول لسيادتك إن قبل مسألة الجائحة بتاعة فيروس كورونا الحقيقة ائتلاف دعم مصر نظم حوار مجتمعي موسع حول مواد هذا القانون، وكان معي أيضا في الحوار زميلي العزيز النائب أحمد السجيني وقيادات الائتلاف، والحقيقة عملنا لقاءات مع وزارات مصر بالكامل المجالس القومية، وكنا عاملين سلسلة، لكن طبعا توقفنا نتيجة الإجراءات الاحترازية. المشروع جاهز يا فندم؟ مشروع القانون جاهز؟ المشروع جاهز يا أستاذ سيد، لكن الواقع العملي إن الحوار المجتمعي أفرز مجموعة من النقاط الحيوية التي يجب أن تؤخذ في الاحتضار. أنا أظن أيضا سيادة النائب أظن أيضا أن ربما تكون صياغة تلك المواد في الدستور بها من التعقيد الحقيقة، يعني ما كان يجب أن يتم تفكيكه، خاصة وأن الذين صاغوا الدستور في 2014 الحقيقة عملوا مواد معقدة جدا ما بين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات. نستكمل أركان الدولة يا فندم إن شاء الله يا فندم، إحنا في هذا الاتجاه، وسجلنا مجموعة من الملاحظات القيمة حتى من الوزارات التي يعني أدلت بدلوها حتى أثناء انعقاد اللجنة الإدارة المحلية، يعني أضافوا مجموعة جديدة من الملاحظات. وكل يا أستاذ سيد ما يكون الموضوع بيمس المواطن المصري بشكل مباشر، احنا بنقول ان ظاهرة الرأي والرأي الاخر ظاهرة طيبة وبتدلل على اهمية هذا القانون. اخيرا يا فندم، يعني انا افهم من كده ان مشروع قانون المحليات سيقدم في مجلسكم الحالي. والله يا فندم احنا دلوقتي بنجتهد في الانتهاء من مجموعة القوانين، مجلس النواب، مجلس الشيوخ، تقسيم الدوائر، وأيضا نجتهد في إنهاء هذا القانون. أفهم من كده فندم أن ربما السنة دي ما تاخدوش أجازة برلمانية علشان كل المجهود اللي عليكم ده. سيادتك يعني عايز أقول أن نواب مصر الحقيقة اللي بيشكلوا مجلس النواب الحالي أنا بعتبرهم جنود مجند، والحقيقة أن المجلس هذا المجلس سيذكر له التاريخ أنه عمل عملا تشريعيا. يكفي البداية بتاعتكم مجموعة القوانين اللي أقرتوها الحقيقة، يعني ما كنتش بتناموا يعني منذ اللحظة الأولى، وإصلاحات اقتصادية وحفاظ على بعض مقدرات هذه الدولة ده جميل. وبالتالي هتاخدوا أجازة ولا لا سيادة النائب؟ ما عندناش مسألة الأجازة دي حضرتك، ولا في شيء بالمجلس بيتوقف أبدا طالما أن هناك في حاجة للوطن. حتى عايز أقول لسيادتك خلال شهري إبريل ومايو وأثناء وجود الجائحة، يمكن البعض مش واخد باله، المجلس أصدر 70 تشريعا في هذا التوقيت مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، ووافقنا على 10 اتفاقيات دولية. وربنا يشفي كل النواب أهلنا.